السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الملعب، واللي تتابعون من خلاله العديد من فقرات والتقارير المنوعة اللي تهتم بالرياضة بمختلف أنواعها وتخصصاتها ومجالاتها داخل البحرين وأيضا من جميع أنحاء العالم. قبل أن نبتدي في مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، نذكركم أن بإمكانكم متابعة حساب القناة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، يوتيوب وتويتر لمعرفة آخر الأخبار والبرامج اللي تعرضها قناة البحرين الرياضية أول بأول. أما الحين وبالتزامن مع الذكرى المئوية لانطلاق التعليم في مملكة البحرين، مدرسة الشويفات أقامت قرعة البطولة الإقليمية 12 للألعاب الرياضية. تفاصيل أكثر مع تقرير الزميل حسن الشروقي. أقيمت مراسم قرعة البطولة الإقليمية 12 للألعاب الرياضية بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة صالح بن هند المناعي، التي تنظمها مدارس الشويفات الدولية، والتي ستقام على أرض المملكة من الرابع وحتى السابع من شهر إبريل المقبل. البحرين بتستضيف 13 دولة لأول مرة لبطولة مصقرة أولمبية على مستوى الفئات العمرية اللي تحتضنها هذه المدارس. هذه خطوة كبيرة إن المدارس الخاصة تدخل على خط هذه التنظيمات اللي تشكل البحرين منظومة للعمل التربوي المتكامل بين العلم والرياضة والخلق. وتقام هذه البطولة تحت رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. الفعاليات الرياضية هي تشجيع للشباب بالاستمرار بالرياضة واستعمالها كجزء من الحياة اليومية لهم. نحن دائما بنشجعها، ومدارس شويفات بالعالم بنشجع الرياضة، وبنبني دائما مدارسنا بشكل انه في عندنا كل الملاعب الجاهزة والمسابح حتى ندرب على الرياضة. ويبلغ عدد التلامذة المشاركين في هذه البطولة 1000 رياضي، بالإضافة إلى المدربين والمختصين وأهالي الطلاب. وتتزامن هذه البطولة مع الذكرى المئوية لانطلاق التعليم في مملكة البحرين. احنا نتطلع للبطولة الإقليمية لمدارس الشويفات كونها تحتفل بمناسبة مئوية التعليم في مملكة البحرين. طبعا الرياضة عامة كل ما صار في تنافس والطالب يستفيد واللاعب يستفيد والمدرب يستفيد والحكم يستفيد، الرياضة هي عبارة عن ممارسة وتنافس شريف مبني على هذه الممارسات، سواء كانت ودية سواء كانت تنافسية بين مختلف الدول. ومن المتوقع مشاركة 25 مدرسة من مجموعة مدارس الشويفات من 13 بلدا في أنحاء العالم. إصابات أربطة الركبة المعروفة عند الرياضيين، خاصة نتيجة للضغط المتواصل عليها أو التدخلات العنيفة في الرياضات التنافسية ككرة القدم وكرة السلة وغيرها. ولمعرفة المزيد حول هذه الأربطة، تابعوا معنا تقرير الزميل خالد عبد الغفار. عضلات الركبة وعظامها من الأعضاء الهامة في جسم الإنسان، فهي تصل بين عظمتي الساق والفخذ، وتتكون الركبة من الرضفة التي لها شكل دائري، ويغطي هذه العظمة نسيج يسمى بالغضروف الهلالي، وأربعة أربطة بين عظمتي الساق والفخذ لربطهما، وهي الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، ورباطين جانبيين وهم الداخلي والخارجي، والتي تساهم في المحافظة على توازن العظمتين وعدم انحرافهما عن بعضهما. وتعد إصابة الركبة عند الرياضيين من أكثر الإصابات انتشاراً، وخاصة إصابات تمزق أربطة الركبة، فهي من المشاكل التي يواجهها الرياضيين بشكل خاص، وقد يصاب بها الأشخاص العاديين نتيجة صدمة معينة أو حركة خاطئة. وتمزق الأربطة هو عبارة عن شد أو تمزق يكون جزئي،
أو تمزق كلي في منطقة الركبة خاصة في الرباط الذي يربط بين عظمتي الفخذ والساق من الخارج أو الداخل في مفصل الركبة، ويحدث نتيجة تغيير مفاجئ وسريع خلال الجري أو الدوران السريع للجنب الآخر خاصة عند لاعبي كرة القدم وكرة السلة والطائرة. ولعلاج هذا النوع من الإصابات يحتاج المريض لعمل جلسات للعلاج الطبيعي يتمثل في تمارين تتم لمفصل الركبة مع تناول الأدوية التي تعالج الالتهابات وتسكن الألم، وتركز التمارين على المنطقة المصابة، وهذه العلاجات تسمى بالتأهيلية لتأهيل مفصل الركبة وإعادته إلى طبيعته. ففي بعض الإصابات يتم وضع دعائم للركبة، وفي بعض أنواع إصابات الركبة عند الرياضيين تعالج طبيعيا ويرجع اللاعب إلى ممارسة الرياضة، والبعض الآخر قد يمتد لفترة سنة أو أكثر عند إجراء الجراحة. كما تستخدم كمادات الثلج على أنواع محددة من إصابات الركبة مثل الالتواء والشد العضلي والتهاب الأوتار. أما العلاج الجراحي يحدث في حالات محددة كالقطع في أحد الأربطة فيتم فيها خياطة الرباط المنقطع أو تثبيته في العظم، وفي بعض الأحيان استبداله برباط صناعي أو أخذ جزء من الجسم ووضعه في مكان الرباط. وللحديث أكثر حول أربطة الركبة يسعدنا أن يكون معنا بالاستديو اختصاصي العلاج الطبيعي والتأهيل الدكتور أحمد رستم. يا هلا مرحبا فيك دكتور. يا هلا بكم، وأرحب بتلفزيون البحرين وبرنامج الملعب وطاقم البرنامج، وإن شاء الله نقدر نعطيكم موجز عن الإصابات في الركبة إن شاء الله. إن شاء الله طبعا، شرف فيك، حياك الله دكتور. طبعا في البداية بنتكلم عن مهام أربطة الركبة وأهميتها بالنسبة للجسم. مهام أربطة الركبة لتثبيت الركبة عن الحركات الغير طبيعية في الركبة، ويسوي لك نوع مثل حماية الركبة من ومساعدة العضلات والعظم لتثبيت الركبة. دكتور خلينا نتكلم عن أسباب إصابات هذه الركبة، شنو هي الأسباب الرئيسية اللي تحدث مثل ما نقول تمزقات أو قطع في الرباط؟ عامة مشاكل الركبة تنقسم إلى قسمين، يعني في مشاكل إصابة من حادث أو مرض في الركبة، فأحيانا يتلاءمون مع بعض المرض مع الإصابة، فأحيانا يكون حركة عادية بركبة غير طبيعية فتصبح إصابة، أحيانا إصابة قوية على الركبة طبيعية فتحدث إصابة، حركة غير إرادية أو حركة عفوية أو مثلا غير اللاعب غير متمكن في ذي الحركة. نعم دكتور، احنا نطالع احنا على الشاشة صور مختلفة لركبة ونطالع الأربطة، أحيانا في قطع في الرباط وأحيانا في الرباط الداخلي وأحيانا أعتقد تمزق، فيا ليت توضح لنا هذه الصورة بشكل أكبر. معظم الإصابات تصير في الرباط الصليبي الأمامي مثل ما نشوف في الصورة هنا. الصورة الأولى. نعم. إنزين الصورة الأولى في إصابة في الرباط الصليبي لأن ذي رباط يثبت الركبة من ناحية الأمامي وخلفي والدوراني، ودائما تحدث ذي الإصابة في اللاعبين القدم والسلة والطائرة. فرباط الصليبي الأمامي وبعدين في رباط الصليب الخلفي. نعم. تثبيت الركبة للخلف من انجراف العظم الفخذ من ناحية أمام من ناحية العظم الساق. في بعد رباط الجانبي الداخلي، وذي بعدين ثاني رباط اللي تحدث الإصابة، وفي رباط الجانبي الخارجي. خارجي. وبعدين أكثر ثاني إصابة الغضاريف، الغضروف الداخلي والغضروف الخارجي، غضروف الهلال الداخلي والغضروف الهلال الخارجي. نقدر نقول دكتور في إصابة أخطر من الثانية إذا كان القطع في الرباط الأمامي أو الخلفي أو الجانبي؟ الرباط الصليبي الخلفي أخطر إصابة لأن تثبيت الركبة أكثر من رباط الصليبي الأمامي.
بس الكون وظيفة الرباط الأمامي أكثر من أربطة في تثبيت الركبة. نعم دكتور، هل ممكن يحدث قطع أو إصابة في الرباط بدون تدخل عنيف من اللاعب الآخر مثل ما نقول أحيانا نتيجة الضغط مثلا المتواصل على الأربطة أو على الركبة؟ حدث وايد في الإصابات بأن من دفع اللاعب فيفتر مرة واحدة، وبالذات تثبيت القدم على الأرض مع الدوران دائما تحدث إصابات في الرباط الصليبي، دائما يسمونه unhappy triad، الرباط الصليبي الأمامي مع رباط الجانبي الداخلي مع الغضروف، وهذه أخطر إصابات. الحركة الخاطئة ممكن تصير. الحركة الخاطئة. شلون طريقة التعامل مع إصابات الرباط الصليبي دكتور؟ طريقة العلاج بالنسبة لكل إصابة منها؟ هو الحماية، هو تقريبا لازم نعرف نوعية اللاعب على قدرة اللاعب على الحركة، وثاني شيء اللعبة اللي يبي يمارسها اللاعب، وثاني شيء بعدين هل هو مؤهل حق المناسب اللاعب مع اللعبة اللي يبي يلعبها. لكن لو نتكلم لو صارت الإصابة، ما هي نوعية العلاج بالنسبة لهذه الإصابات؟ لازم في فترات من العلاج، الفترة الأولية اللي هو العلاج المباشر، لازم نروح حق الثلج. الثلج وظيفة الثلج أول شيء لازم نخفف الألم على المريض أو على اللاعب، وثاني شيء نمنع تدفق الدم في المنطقة، وبعدين نمنع تدفق السوائل، وبعدين نمنع نقلل نسبة التغذية والأكسجين في المكان نفسه. ودكتور هذه طريقة العلاج الظاهرة معنا في الصورة حاليا ما هي بالضبط؟ دي موجات صوتية ذو تردد عالي، زين دي علشان وبعدين دي نقدر نعطيه بعد العلاج او بعد الاصابه مباشره او في اثناء في المرحله الثانيه والمرحله الثالثه، في عده مراحل. المرحله الاوليه يعني مباشره نستعمل الثلج علشان نوقف النزيف ونوقف نخفف الالم ونوقف تدفق السوائل في المنطقه. بعدين نروح حق العلاج شو اسمه المرحله الحاده، نروح في باستعمال الألتراساوند واستعمال الثلج واستعمال ذبذبات كهربيه بالعلاج الطبيعي لتخفيف الالم، وعلشان نقلل نسبه اصابه في الرباط نفسه. بس دكتور اعتقد طرق العلاج تطورت وايد، يعني تذكر في نهايه التسعينات لنهايه التسعينات اللاعب لما يصاب بالرباط الصليبي يمكن موسمين ما يلعب، حاليا ممكن صارت فترة التأهيل 6 شهور إلى 4 شهور أحيانا حتى. نوع الإصابة مثل رونالدو كنت أخذ 6 أشهر علشان ما يلعب، بعدين لعب مباراة واحدة وتعور مرة ثانية نفس صحيح. الإصابة بعد. إيه في رونالدو أحيانا ممكن يكون تأهيل خاطئ يسبب إصابة ثانية. كان تأهيل عدل بس هو بعد سبب إصابة حق نفسه نتيجة الدوران الخاطئ بنفسه. صحيح الحركة. بالحديث عن اللاعبين يمكن نتذكر سالفة جاتوزو لاعب ميلان لما أصيب بالرباط الصليبي وقدر إنه يكمل المباراة. كان عندنا لاعب في الدوري البحريني أيضا في نادي الحد محترف نيجيري كان عنده قطع في الرباط ويقدر يلعب عليه. هل ممكن إذا تكون عضلات الفخذ قوية ممكن تقطع على إصابة الرباط الصليبي؟ إذا عضلات الرباط الصليبي الأمامي لازم يقوي عضلات الفخذ الخلفية مع عضلات البطة، كذلك لازم يقويهم علشان كحماية علشان يخفف الضغط على الاحتكاك أو الحركة الخاطئة في شو اسمه في الركبة. بس ممكن يعني واحد يصيد الرباط قطع في الرباط ويواصل المباراة إذا كانت عضلاته قوية، يعني هل كلام منطقي؟ مباشرة غير منطقي. غير منطقي. مباشرة لأنه يصير نزيف. نزيف بالرباط الصليبي الأمامي بعدين يعني يطلع دم داخل داخل شو اسمه فيحتاج الى تدخل فيحتاج نعم. الى تدخل مباشر لانه ما يقدر يواصل نعم. اللعب. ودكتور هل ممكن للمصاب بقطع في رباط صليبي انه يمارس الرياضه عبر دعامات؟ دعامات مثل شنو؟ دعامات في الركبه مثل ما نقول يعني على مستويات الركبه مثل هذه الظاهره في الصوره عندنا. اذا عنده رباط يعني مثلا في مرحلة الثالثه والرابعه اللي هو مرحله شو اسمه العلاج او تدخل علاجي بالنسبه علشان نقوي عضلاته وفي نفس الوقت يقدر يلعب يمارس اللعب بشكل محدود وليس شكل يعني مثلا مشاركه قويه في اللعب. نعم دكتور ممكن نقول ان ممارسه الرياضه بشكل مفاجئ بالنسبه للشخص اللي ما كان يمارسها في الفتره السابقه او مثل ما نقول حتى الحمل الزائد اثناء ممارسه الرياضه ممكن يسبب اصابات بالرباط الصليبي ويبي له نوع مثلا احنا نقول يبي له مثلا نوع مثلا
برنامج علشان يلعب مباراة أو يلعب مثلا يتمكن في لعبة ما، لازم يأخذ أول مثلا أو مثل تسخين، بعدين استطالة، وبعدين لأن المشكلة بين الرباط وبين العضلات. صحيح. فدائما الإصابة هي تعدي المستوى الانعكاس العضلي، فدائما يصير ضغط على الرباط وانقطع الرباط أو يصير تمزق في الرباط. فدائما لازم نحاسب نعطيهم تمارين قوية وبعدين تمارين للحوادث السريعة. صحيح. وهل ممكن الوزن الزائد بالنسبة للشخص يشكل حمل إضافي على أربطة الركبة؟ حمل إضافي، لأنه وبعدين احنا نسميه التورك، الحركة الدورانية بوزن عالي وسريع. نعم دكتور، في النهاية نصيحة نحب توجهها إلى ممارسي الرياضة للمحافظة على الركبة بشكل عام وعلى أربطة الركبة بشكل خاص. هو لازم أول شيء التدريب بشكل منتظم وتقوية العضلات، بالذات تقوية العضلات الفخذ والساق، وفي نفس الوقت يروح حق التوازن. احنا ما في دائما التمارين ما نروح حق التوازن، وبعدين الإحساس. نعم. يعني دائما احنا نستعمل النظر، واذا مثلا في اللعب ما نستعمل النظر حق الجسم، فلازم تقوية الإحساس العضلي والإحساس المفصلي، واجب كل واحد لاعب لازم يتمكن في ذي الشيء. وهل في تمارين خاصه لتقويه الاربطه؟ اي في تقويه الاربطه، واحد مثلا يمشي ويغمض عينه، يوقف ويغمض عينه، ما يستعمل النظر، يسوي نوع مثل عمليه النط او عمليه الحركه بدون ما يستعمل النظر او السمع. نعم، شكرا لتواجدك معنا دكتور احمد رستم، استفدنا كثير من هذه الاستضافه، شكرا لك. اكرر شكري لكم واستضافتكم لي، وان شاء الله مزيد من التقدم والتطور ان شاء الله. شكرا لك دكتور. طبعا الان ننتقل الى واحده من اكثر الالعاب انتشارا في القاره الاسيويه، رغم انها قد لا تحظى بالتغطيه الاعلاميه الرياضيه اللي تنالها الرياضات الاخرى. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. سباق تاكرو هي أحد الألعاب الرياضية التي تجمع ما بين كرة الطائرة وكرة القدم، وتعد سباق تاكرو أحد الألعاب الشعبية التي كانت تمارس في القرن الخامس عشر في شرق آسيا، وبمرور السنين ازدهرت هذه اللعبة حتى أصبحت لعبة رسمية في ماليزيا وتايلاند. ومعنى سباق تاكرو في الماليزية هو ركل الكرة الطائرة. أما قوانين اللعبة فهي بسيطة جدا، فتتكون من فريقين ويملك كل فريق 3 لاعبين، وهدف اللعبة عدم ملامسة الكرة الأرض باستخدام الأرجل والركبتين والرأس أو الصدر. والشيء الغريب في لعبة سباق تاكرو أنه يمنع تماما لمس الكرة باليد، فلهذه اللعبة شكل ميدان كرة الطائرة ولكن تشبه قوانينها قوانين كرة القدم. تعتبر المنشطات من المواد اللي شاع استخدامها في الأوساط الرياضية في الآونة الأخيرة، لكن يوجد الكثير من الرياضيين يتجاهلون خطورتها. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. الإنسان يلجأ بطبعه للبحث عن أقصر الطرق التي توصله إلى النجاح، والبعض يسلكون طرقاً خطرة دون التفكير في عواقبها. وعلى الصعيد الرياضي يوجد بعض الرياضيين ممن يملكون إمكانيات أقل من منافسيهم، يلجؤون إلى المنشطات بدلاً من تنمية مهاراتهم الفردية وإعطاء أنفسهم جرعات أكثر من التمارين، ويفرح هذا الرياضي بانتصار وقتي دون إدراك مخاطر المنشطات على المدى البعيد. ومن أشهر أنواع العقاقير الطبية المخلقة هي محصلات بيتا، وهي مجموعة من المواد الطبية التي تستخدم في علاج ضغط الدم والذبحة الصدرية، ويلجأ إليها الرياضيون عادة من أجل أغراض معينة، حيث أنها تقلل من ضربات القلب وتطفي بعض الهدوء الزائف لمتعاطيها
الذي لا يستطيع تحمل أداء المباريات تحت ضغط عال. وغالبا ما يتناول هذه العقاقير أبطال الرماية لأنها تقلل من اهتزاز الأيدي، لكن إذا أسيء استخدامها فإنها تؤدي إلى الوفاة المفاجئة. من العواقب التي يصاب بها الرياضي على المستوى الصحي فقدان الذاكرة والرعاش، وتضعف قدراته الجسدية خصوصا إذا ما تم تناولها في سن مبكر، ويصاب أيضا بأمراض القلب أو الفشل الكلوي، وتؤدي أيضا لهشاشة العظام والمفاصل. أما على المستوى المهني فإن المنشطات تعتبر من المواد المحظورة، يعاقب عليها الاتحاد الدولي واللجنة الأولمبية الدولية بحرمان اللاعب من ممارسة النشاط الرياضي وسحب أي إنجاز قد قام بتحقيقه خلال فترة التعاطي. الضغوطات النفسية اللي يتعرض لها الإنسان أسبابها عديدة، لكن لابد من مواجهتها والتغلب عليها حتى ما تأثر علينا بشكل كبير. للحديث أكثر عن أهمية الرياضة بالنسبة للجانب النفسي، يسعدنا أن نرحب بأخصائي الرياضة والتغذية الكابتن أحمد جمشير، حياك الله معنا. يا مرحبا، حياكم الله. واحنا ورا المشاهدين وراهم، بيمارسون رياضه بيمارسون رياضه، واحنا ان شاء الله نبي منك الاستفاده في كل موضوع كان. طبعا كابتن احمد، يمكن من الامور الشائعه ان نسمع الناس تقول انا العب رياضه عشان اغير مزاجي، لما اكون متضايق، لما اكون زعلان اروح العب رياضه. ما مدى تاثير الرياضه على الجانب النفسي للانسان؟ بالضبط. من الناحيه العلميه اول شيء طبعا الرياضه تزيد من افرازات الافيونات والهرمونات التي تعزز الشعور بالسعاده والتخلص من القلق. فعلا لأن تمارس الرياضة تحس بذي الشعور طبعا مباشرة بعد انتهاء، والسبب نفس كما ذكرت، وبعد التخلص من حتى من الدهون والسكريات، لأن بعض الأوقات زيادة هذه المواد أو بعض الأطعمة بعد لهم تأثير على النفسية. نعم. فعند الممارسة لهذه الأسباب الرئيسية ذكرتهم، هم أسباب أن فعلا الشخص يحس بذي الإحساس انه هو يرتاح. وطبعا على حسب رياضات كثيره طبعا اللي لهم تاثير على التخلص من الاسترس، مو كل الرياضات طبعا. نعم. بعضهم يزيدون، رحنا خلف التفاصيل خلنا في العموميات حاليا. يمكن كابتن البعض يتكلم يقول ان انا عندي دوام الصبح، عندي جامعه مثلا او التزامات العصر، ما عندي وقت امارس الرياضه الا اخر الليل. فهل وقت الرياضه بالتحديد راح يحدد على مدى الاستفاده منها؟ يعني خصوصا في بعض المدربين يقول لك لا تمرن اخر الليل وانت تعبان، يمكن ما تستفيد من الرياضه. على حسب الهدف. انا مره قريت عن شخص طبعا هاي هاوي يلعب متى 4 الصبح، يقول هاي الوقت الوحيد أنا عندي يناسبني. نعم. بس أنا بسبب أهمية الرياضة بالنسبة لصحتي ونفسيتي لازم أمارس الرياضة في الوقت. نعم، يعني أفضل وقت يكون منتصف النهار في ممارسة الرياضة، لكن هاي لا يمنع. يعني مثلا سابقا الصالات كانوا يفتحون لعشر. صحيح. بس بسبب كثرة تغير نمط الحياة. نمط حياة ولا شفتات ولا ذي والضغوطات والوقت، فبدأ الصالات بعد نفس الشيء 12 في 24 ساعة على حسب ظروف الشخص يعني. بس كشكل عام ولازم يمارس الرياضة بأي صورة بأي وقت بأي مكان. نعم. وكابتن، ما مدى تأثير المكان اللي يمارس فيه الشخص الرياضة؟ يمكن البعض يقول لك أنا مارس الرياضة في الجيم، لكن لما أحس أني متضايق أروح عند البحر مثلا أو أمشي. شيء مهم، شيء تغيير مهم. عامة أنا عن نفسي عندي في البيت وعندي جيم أمارس الكارديو وين في المجمعات. نعم. تغيير نفسي، شفت نفس ما قلت نفسيا مهم بعد. انت فعلا رياضه يعني تاثر على الامور النفسيه، بس شيء مهم انت شلون بعد تكيف مع نفسك من ناحيه المكان، التمارين، شلون تنوع تغير، هاي بعد نفس الشيء، لان تكرار الشيء نفس المكان نفس الاسلوب بعد احيانا رد عكسي. صحيح. فهاي شيء مهم. نعم. خلينا نتكلم الحين في تفاصيل الرياضات. يمكن نعرف ان رياضه المشي والجري من الرياضات اللي تاثر بشكل مباشر على مزاج الانسان ونفسيته، لكن شنو بقيه الرياضات اللي تاثر سواء بالايجاب ولا ما تاثر؟ اي نعم، اي نعم طبعا اكيد في الدرجه الاولى في المرتبه الاولى ممارسه التمارين الهوائيه، ولكن حتى تمارين المقاومه يعني نقول بالاجهزه نفس. صحيح. الشيء، لان فعلا قاعد تحس بنفس الشعور. وعندنا رياضه اليوغا، بس شيء مهم في رياضه اليوغا انه واحد يكون متمرس او يتدرب تحت اشراف احد، يعني ممكن انت واحد ساعات يؤذي نفسه. من افضل الرياضات ان انسجام بين العضل
والعقل والنفس. وايده تاثير ايجابي على نفسيه الشخص. بقيت رياضات نقدر نقول ما تاثر ولا بعد لا لها تاثير؟ اي شيء في حركه، اي شيء حركه، ما عدا نفس ما ذكرت اليوغا شوي رياضه مختلفه، بس امور ثانيه اكيد يعني حتى امور رياضات القتاليه بس نفس ما قلت طلع حرتك. صح طلع حرتك بوكس. اي ما تشوف في قريت عن كذا شخص يعني من المسؤولين الكبار حاطين الدميه ذي في المكتب. صح. يقول ساعات من الضغوطات يتدرب على ذي عشان ينزل الاسترس. وانت عندك الدميه اللي تصور فيها دائما يعني تكسر خاطرنا. الاسترس زيرو دائما تكسر خاطرنا من كذا بطقها. كابتن يمكن لو نتكلم عن الناس اللي يقولون انه ما عندنا وقت نروح للجيم، ما نقدر نمارس الرياضه الا في البيت، لكن ما نعرف شنو التمارين اللي نمارسها في البيت، يمكن يمارسون تمرين الباطن وتمرين الضغط وبس يوقفون. يعني كل الرياضات عن الهوائيه مكانك هاي يعني. هوائيه عند الدرعي اقدر نفس الشيء بحاله استمرار احول الى تمرين هوائي. تمارين المرونه وايد ناس يتعرضون لخشونه المفاصل عندنا بسبب شنو عدم الحركه، اكو هاي تمارين المرونه. صحيح احرك يعني كل ذي انا واقف مكاني. تمارين الاسترتش، تمارين المعده نفس ما قلت، كل التمارين اقدر اسويهم وانا مكاني، مو بشرط ان انا لازم اروح الجيم. لا الافضل الجيم كتغيير، يمكن عندي خيارات اكثر، بس هذه ما يمنع ان انا اسوي الرياضه. انا مثلا عن المعده والظهر تمارين المرونة أسويهم في البيت. في البيت نعم. وعموما كابتن يمكن نرجع قبل شهر من الحين، كان اليوم البحرين الرياضي، كان في ساعتين في الدوام من أجل ممارسة الرياضة. يومها كان مزاج البحرين كلها مستان. الكل كان مزاجه زين. الكل كان فعلا فعلا أنا رحت كذا ذي وحتى الصبح رحت وفعلا شفت نفسيتهم تقبل ذي الشيء وشيء يحسون إنه فعلا ذي. وشفنا أنا بعد إذا نقارن بهالسنة والعام وأولة العام ترى في تغير كبير وفي إقبال كبير بعد من حتى الوزارات وصار ترويج بشكل صحيح والناس بدأوا يعني توعية صارت عندهم أزيد بأهمية الرياضة. صح. وتعتقد لو يتم تخصيص نص ساعة مثلا في الدوام ممكن تغير كثير في نفسيات الموظفين لو رياضات خفيفة كانت ستريتشنج مثلا وتمارين بسيطة؟ اي نعم اي نعم، لان اللاعب المتعقدين من الرياضة الموظف يتعرض نفس ما قلت لك مشكلة الشد العضلي، يتعرض للديسك، يتعرض خشونة المفاصل، لتخثر الدم، فمحتاج تمارين المرونة نفس ما قلنا التمارين الهوائية بكل بساطة. مثلا ساعات احرك مثلا يديني، احرك رجليني، اضخ الدم، هذه بكل فتره ممكن، مو بشرط ان احنا نخصصنا على حسب ظروف الموظفين. صحيح. فهي شيء زين ما عليه، بس مثلا قلنا خصصنا بدايه اليوم، زين ما بيتم سبع ثمان ساعات في نص الدوام. اي نص الدوام راح ياثر حتى على زياده الانتاجيه بالنسبه للموظفين. اكيد ذهنيا اكيد، انت قلت احنا موضوعنا اليوم ستريس، ستريس معناته راح ياثر على تركيز الشخص، نفسيته، ادائه، كل هالامور، ففعلا شيء مهم. نعم كابتن، في النهايه اعتقد ان المجتمع بحاجه الى زياده التوعيه بخصوص اهميه الرياضه بالنسبه للجانب إيه النفسي. اي نعم، احنا شفنا كل ما التوعيه تزيد شفنا اقبال الرياضه. احنا لو تشوف اقبال الرياضه حتى اللي هو برع في الشوارع قبل 10 سنوات عن الحين تغيير كبير، فمعناته احنا لازم نستمر في توعيه الناس مثلا في مواضيع مثلا نفس ما قلت تغيير غيره، يعني تروح امارس اني امارس اني. صحيح. تنوع جدا مهم خاصه كبدايه، اذا واحد مثلا رغبته شوي ضعيفه مثلا ما له اقبال وايد في الرياضه فيفضل يمارس اي شيء هو على مزاجه. صح. تروح على البحر، البحر مثلا حتى نفسيا ترى نفسيا هدوء هناك، استرخاء، المشي على الرمل هاي قاعد تطلع الشحنات الكهربائيه. شحنات اي نعم، شيء جدا ضروري ومهم. يعطيك الف عافيه كابتن جمشير، شكرا على تواجدك معنا اليوم. شكرا شكرا لكم. شكرا لك. ننتقل الان الى اسطوره من اساطير كره السله في العالم، هو اللاعب الوحيد اللي احدث ضجه استثنائيه بعد اعلان اعتزاله وضجه اكبر بعد عودته من الاعتزال. خلونا نتعرف عليه في التقرير اللي عدله لنا الزميل عمر عبد السني. مايكل جوردن ولد في 17 من فبراير 1963، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة السلة. أصبح أفضل رياضي في جيله، وهو الذي ساعد منتخب الولايات المتحدة على التفوق في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. لعب 15 موسما في الدوري الأمريكي، وكان معدل تسجيله في الموسم العادي ما بين 12 و30 نقطة في المباراة، وهو الأعلى في تاريخ الدوري، وفاز في بطولة الدوري الأمريكي 6 مرات مع فريق شيكاغو، وقد فاز في تلك الفترة بلقب أفضل لاعب،
وفاز بلقب الهداف في 10 مرات، وكان أغلى لاعب في الدوري 5 مرات، وتم اختياره ضمن فريق الدوري الأمريكي في 10 مناسبات. وفاز جوردان بلقب أفضل مدافع في 9 مرات، وفاز بلقب أفضل سارق للكرات في 4 مرات. في 6 أكتوبر 1993 أعلن مايكي اعتزاله كرة السلة، وذلك لأنه فقد الرغبة في اللعب. وقد اعتقد العديد من الناس أن اغتيال والده جيمس جوردان في يوليو 1993 قد أثر في هذا القرار، وقد هز هذا القرار الدوري الأمريكي لكرة السلة، ولم تحدث أي ضجة بمثل هذا الحجم منذ اعتزال جيم براون من لعبة كرة القاعدة في عام 1966. بعدها عاد مايكل جوردان للعب، وفي 13 من يناير 1999 أعلن مايكي اعتزاله كرة السلة للمرة الثانية، لكن بشكل نهائي، ليكون مايكل جوردان هو الرقم الصعب في عالم كرة السلة الأمريكية. ننتقل الحين معكم مشاهدينا لمتابعة جديد مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة أونلاين مع زميل سعد حمادة. حياك الله سعد. شكرا محمد. اليوم فقرتنا للأمانة أقدر أقول عنها شوي نار، لأن اليوم يبدأك الترندات العادلة في مواقع التواصل الاجتماعي، كلنا مواضيع نار. مواضيع نار، المواضيع نفس ما نقول الحامي على الساحة، والكل يتكلم فيها اليوم، يمكن يتكلمون فيها أسبوع قدام، موسم قدام، مواسم قدام. وأعتقد فهمت قصدي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. أول بوست من حساب نادي ريال مدريد الرسمي، زين الدين زيدان يعود إلى نادي ريال مدريد، رغم أن نادي ريال خسر كل البطولات، لكن ربح بعودة الفرنسي زيدان. أتوقع ريال مدريد الموسم القادم راح تعود هيبته وراح يعود الاسم، ويمكن انا شخصيا خلاص رضيت على ريال مدريد، رضيت على الجمهور. زيدان جمهور ريال مدريد في حاله فرح مو طبيعيه. على فكره انا امس دخلت المجلس في الليل، واحد من الرابع من دخلت لين ما مشيت قاعد يغني ان شاء الله زيدان ناجح. جيت الدوام اليوم الحمود الجيب موعدنا قاعد يغني في المكتب بروحه ان شاء الله زيدان ناجح. ما ادري سالفه الاغنيه، بس كلهم قاعدين يغنون مستانسين بعوده زيدان، على الرغم من ان البطولات كلها راحت عن ريال مدريد، لان عارفين مع عودة زيدان راح تعود عودة هيبة الملكي. طبعا حمود الجيب نزل تويته بس ما رضى ان احنا نحطها عشان ما يقول انه هو متحيز وايد ولا شيء، بس للامانه يعني امس اول ما طرشوا الخبر ان نادي ريال مدريد راح ينزل بيان عقب شوي ومهم، انا للامانه ما صدقت ان زيدان، ما حسيت ان زيدان، خصوصا سمعنا اخبار تربطها بنادي يوفنتوس، بانديه عالميه وايد يعني في الدوري الانجليزي وفي الدوري الايطالي. تفاجأت للأمانة بعودة زيدان، واستانس في نفس الوقت لأنه برد الدوري الإسباني ممكن نفس ما نقول نار بين القطبين، برشلونة وريال مدريد وأيضا أتلتيكو. نروح حق إنستغرام زين الدين زيدان، شوف يهيب لك الأرقام اليوم. إنزين، أول ما طق أول حرف من اسم زين الدين زيدان دارك يطلع لك إنه أول تاج. نعم أول تاج 904,000 بوست. هذه قبل البرنامج يعني، الحين أكيد طاف الرقم، أكيد طاف 100%، طاف المليون أكيد. ويقول لك يعني تشوف هاي الصورة اللي نزلت، هاي هاي الصورة نزلت في حساب زين الدين زيدان تقريبا قبل 5 أيام، لكن تخيل أن قرابة 25,000 تعليق. نعم. تتوقع هاي الصورة في حالتها الطبيعية لو مو زيدان يعني مثلا تولى مهمة تدريب نادي الريال مرة ثانية،
هل تتوقع ان الكومنتات بتوصل 25000؟ اكيد لا، خبر عاجل مثل ما نقول، والكل سعيد بهالعوده، وحتى مثل ما تلاحظ 1.5 مليون لايك من بينهم اولهم حتى حمود الجيب. نعم هو يسوي روحه محايد، لكن البوست فضحه مثل ما تقول. لا انا قلت له، قلت له اللايك بخليه، يعني هو العاده انا اشيل اللايكات. نعم. حق الفقره، لكن بما ان مشرف البرنامج الاستاذ الكبير حمود الجيب حط لايك على زين الدين زيدان وكتب تغريده جميله عن زين الدين زيدان، حطينا له يستاهل، بس اتوقع راح يبهر اللي سواه من قبل ما يستوي. صعب انك تفوز ثلاث نهائيات تشامبيونز ليج على راس انديه تشتغل لمده عقود من اجل تحقق بطوله واحده، انت تحقق ثلاث بطولات في سنتين ونص، يعني هذا شيء ما راح يصير. من شذي كان قراره صحيح انه قال بعتزل تدريب كره القدم نهائيا، لانه خلاص راح يحتفظ بسجله الذهبي مثل ما هو اعتزل في الايام اللي كان لاعب، اعتزل وهو في قمه عطائه، فكر انه يعتزل كمدرب وهو في قمه عطائه، لكن حنين الريال مدريد شاف وضع الفريق اللي ما يصير هذا الموسم خلاه يوافق بالعوده. احنا محمد ما نضيع حق المدربين الثانيين امثال مثلا غوارديولا اللي نفس ما نقول حقق العجب مع نادي برشلونه، لكن انا عندي احساس ان زين الدين زيدان راح يكون مدرب العصر، يعني خصوصا ثلاثة دوري ابطال نفس ما قلت حقق اشي يمكن ما تحقق وفي وقت جدا قصير، وما اتوقع في احد سواها من قبل انه ثلاث بطولات على راس انه يابهم مع نادي واحد، فاتوقع ان زين الدين زيدان راح يفرض كلمته مره ثانيه. اتوقع الشخص انه زيدان نفسه ما هو، بس نفسه ما قلت صعب البطولات، لكن بعد بيكتب تاريخ جديد مع نادي ريال مدريد اتوقع. نروح من انستغرام لتويتر، سيطر هو. نعم ترند، اول ما تكتب اول حرف من اسم زيزو طبعا زيدان، زين الدين زيدان يطلع لك. بالعربي بالانجليزي بكل اللغات بالضبط، ولما تكتب الكلمه بعد بالانجليزي زيدان، الترند الاول في تويتر تقريبا وصل 1 مليون، يعني تقريبا 1 مليون تويته انكتب فيها اسم زيزو في موقع تويتر، ونفس الشيء من تكتب حرف الاول يطلع لك زيدان زيزو زيدان، يعني سيطر حديث السوشيال ميديا بلا منازع. اقول لك شنو اتوقع انه راح يتواصل الحديث عنه، صحيح، لان توقعي وتوقع اغلب جماهير الريال انه راح ترد الروح حق الفريق، اتوقع بيحقق انتصارات متتاليه مع الفريق، ويمكن يعني لو تم اللي هو سولاري مع الفريق يمكن ما ينهي الموسم بشكل جيد، اكيد زين الدين زيدان بيرد الروح بيرد الفريق، واكيد بيثبت ان ريال مدريد قادم في الموسم الجاي. ونروح الحين حق ردود الفعل، ايكر كاسياس حط تغريده طبعا باللغه الاسبانيه، شبكه نادي ريال مدريد ترجمت تغريده ايكر كاسياس، قال اعتقدت طوال حياتي ان العوده الى المستقبل الجزء الثاني كان افضل جزء في فيلم عالمي، لكن لا كنت مخطئا، افضل جزء ثاني هو عوده زيدان الى نادي ريال مدريد مره اخرى. حظ سعيد اتوقع، يعني هاي افضل تغريده ممكن تحصلها عن زين الدين زيدان، متفائل جدا كاسياس، شكله حن حق الريال الظاهر، متفائل جدا يعني من كلامه انه يقول من الحين افضل جزء ثاني في العالم هو عوده زين الدين زيدان الى ريال مدريد. تتوقع لو مورينيو هو اللي تولى المهمه كاسياس بيكتب شيء؟ اكيد لا، اكيد لا، طبعا هو طلع في عهد مورينيو اعتقد، ايه طلع في عهد مورينيو، فلذلك يعني لا ذكرى مو بحلوه، ويقولون ان كانت عدم عوده مورينيو الى ريال مدريد بسبب رفض الجماهير ورفض حتى بعض اللاعبين او اغلب اللاعبين في الفريق رفضوا عوده مورينيو، لكن يمكن اكثر اللاعبين اللي خلينا نقول شوي زعلانين على رجعه زيدان اكيد جارث بيل، يمكن من اللاعب في لاعب بعد ثاني انه ما كانت علاقته وايد اوكي مع زين الدين زيدان، فممكن نشوف بيل صج هالمره. تغييرات اكيد راح تحصل في الصيف اكيد، يعني اتوقع شفت تشكيله احلام اللي هي وجود امبابي هازارد نيمار كانتي بوجبا اريكسن، يعني صفقات يمكن كم تكلف، صحيح حاليا مبالغ خياليه اكيد اكيد. نروح حق الشيء الثاني اللي مشعل في تويتر ومشعل في انستغرام في كل مكان، او عفوا تغريده فارس عوض يقول لك وبعد 9 أشهر وفي قرار مفاجئ يعود زيدان، في الاولى كان قلق العشاق على مجد زيدان اللاعب، وفي الثانيه القلق على مجد زيدان المدرب،
وحده لا يشعر بالقلق ابدا، يرحل من اجلهم ويعود من اجلهم. وبالفعل هاي اجمل لحظه، لان نفس ما نقول ان ابن النادي يحن على النادي، يعني نفس ما نقول بالعاميه انه ينكسر خاطره على الفريق ويرجع عشان يقودهم للامجاد مره ثانيه. نكتفي اليوم من زيدان، اتوقع على بين حاجه حمود الجيب، لان قال لنا خلوا الحلقه كلها زيدان، هو بعد كان اي يستاهل زيدان ويستاهل حمود أكيد. لكن الحين ننتقل الى مباريات دوري ابطال اوروبا. طبعا المباراه الثانيه راح تكون بين شالكا والمان سيتي، لكن المباراه الاولى الكبيره بين الكبيرين اليوفي محمد عبد الغفار ونادي اتلتيكو مدريد، مباراه كبيره اكيد محمد. اكيد مباراه كبيره، ومثل ما نقول المباريات اللي طافت في دوري ابطال اوروبا الكل سوى ريمونتادا ورجع، فالعين على اليوفي. يلا دوركم اليوم. حتى لو طالع انستغرام وتويتر اليوفي في الايام الماضيه كانوا دائما يحطون هاشتاج بي ريدي فور ذا كامباك، يعني خلاص يعني يقولون احنا بنرجع جهزوا نفسكم، وطلع فيديو لكريستيانو رونالدو يقول تجهزوا للعوده. فخلاص الانظار الحين يعني بشكل كبير على هذه المباراه، هل راح يرجع يوفنتوس بالفعل او راح يطلع سيميوني من هذه المباراه رابح ومتاهل الى الدور الثاني؟ شوف انا ما عندي عداوه او ما عندي اي شيء ضد نادي اتلتيكو مدريد، لكن للامانه انا من الناس اللي يحبون كريستيانو رونالدو. هاي كلمه بقولها الحين في المباشر محمد وقدام الكاميرا، امنياتي ان كريستيانو رونالدو يكون رجل الليله، واتمنى انا قلت حق الرابع قلت لهم ترى كريستيانو او نادي اليوفنتوس بيتاهل من شوط المباراه الاول، لكن قالوا مستحيل ان سيميوني دفاعي ونادي اتلتيكو مدريد قوي وايد في الدفاع. توقعت بستانس محمد من هالكلام، احنا قاعد امدح في اليوفي وامدح في الدون. لا اكيد المدح ما راح يغير من واقع المباراه، الواقع المباراه يقول كذي وانا حاصل. اتمنى وفعلا ان شاء الله تكون ليله كريستيانو رونالدو. خلاص جماهير ريال رضت مصوب زيدان، احنا اكيد بترضى على مصوب كريستيانو رونالدو. اليوم الصبح كنت قاعد كذي وافكر شو اسوي حق الفقره، قلت ما راح اصور توقعاتهم ارائهم، لكن قلت شوي خلا غير، خلا اروح حق جمهور نادي يوفنتوس في الواتساب وسالتهم. اول شخص عمر الخواجه مشجع لنادي اليوفي، قلت له صباح الخير عمر عندي سؤال. طبعا اكيد الكل استغرب ان انا داش له من الصبح واقول له عندي سؤال. صح. فقال لي صباح النور، قلت له هل اليوفي قادر على العوده امام جيش سيميوني وليش؟ قال لي ايه اذا أليغري استرجل، بما معناها انه تشجع وقدم مستوى مرعب امام نادي اتلتيكو، واذا الدون كان في يومه. رحت حق زميلنا عادل حسن يوفنتيني، بعد يوفنتيني متعصب نفسك، قلت له ممكن سؤال؟ قال لي تفضل. طبعا انا الامانه سويت ديليت ترى، لانه يوم سالته فلترت المحادثه. اي فلترت، انا شنو قال لي؟ سالته سؤال قال لي شيك متفرغ انت. من الاخر انا يعني من الصبح مكالمه. قلت له عادل انا جاد، فسالته الدون قادر يخلصها اليوم؟ قال لي ايه. قلت له شلون قادرين يخلصونها؟ اتلتيكو فريق صعب جدا دفاعيا. قال شوف هالمباريات ما تفوز فيها الا بالروح والقتاليه، طبعا الجرينتا معروفه عند الطليان، وهالشيء هو اللي يميز اليوفي، الجرينتا علامه الجوده للكره الايطاليه. عانت، قلت له حتى اتلتيكو عندهم جرينتا طبعا معروفين. ولا محادثة الأخيرة مع راشد بهزاع، طول في الشرح راشد، طول في الشرح، هو سجل لي فويس نوت في البداية للأمانة، قلت له لا كتبه، قلت له كتبه عشان أنا عبالي بيكتب شوي منه، يعني طلع كاتب تحليل كامل ما يبين يعني في قلبه حكي، يقول لك اليوفي اليوم يا يفوز أو كل الجهد اللي انبذل في آخر 5 أو 6 سنين يروح، الفريق مو كامل 100%، لكن هذه ممكن تكون أقوى نسخة لليوفي، شخصية الفريق الإيطالية لجرينتا ترشح أنه يقدم أداء أسطوري، لكن الموضوع يعتمد على طريقة تعامل سيميوني مع الأمور، واللي غالبا راح يحاول يقتل اللعب بكل الطرق الممكنة. مشكلة أليغري وإشاعات إنهاء عقده ما راح تأثر، ما أعتقد راح تأثر، أليغري محترف ويقدر يسيطر على الوضع. أتمنى أليغري ما يخيب الظن ويدافع، إذا سواها أعتقد إنه راح يكون قاعد يطق آخر مسمار في ناحية ما شاء الله. لا صدق تحليل منطقي ومميز، محل يعني كبير، يمكن نستضيف فيهم الأيام إن شاء الله. ليش لا عن الكرة العالمية؟ نروح على تويتر، أحد الأصدقاء كتب أتلتيكو مدريد عندهم نفس حافز يوفنتوس وأكثر، بعد يمكن كون المباراة النهائية ستقام في الواندا، طبعا ملعب نادي أتلتيكو مدريد
أليجري مدرب جبان، الكل يتفق على هاي الشيء للأسف، إلا إذا كانت هناك مفاجأة اليوم بدخوله بتشكيلة هجومية. سيميوني مدرب شجاع، كلنا نتفق على هالشيء، بس ممكن اليوفي يخلصها بالجرينتا. رحت حق عبد الوهاب البلوشي، كتبت صباح الخير، عندي سؤال، يوفنتوس قارين عتهلون، قال بتهلون 100%، بس لو أليجري، بس لو أليجري ما يخاف. الكل لو الكل متفق على نقطة ضعف اليوفي، صح، هو تحفظ المدرب لزيادة عن اللزوم، عادل، رغم أنه عنده نجوم في الفريق، عنده نجوم صح، ودربنا هو يتحكم في المباريات، صح. بالضبط. أخوي العود كتب لي رسالة قال للتفاؤل مطلوب ولكن بتعقل، أتلتيكو مو سهلين، الدوم مو في أفضل أحوال، الإدارة والمدرب يبيلهم أسمة ثقة، مع ذلك التأهل ممكن عندما يظهر المعدن الأصلي، عندما تلعب للشعار، عندما تلعب للجمهور، عندما تلعب وأنت تعلم في قرارة نفسك أنك تمثل إيطاليا بأسرها. هاي الحلاوة في مشجعين الدوري الإيطالي، دائما على بعض، أي دائما عندهم وفاء للأندية الثانية عكس الدوريات الثانية. عندما تلعب لمساعدة زملاء الفريق وليس لمساعدة نفسك، أتوقع يقصد الدون. عندما تترك ألقابك الشخصية في خزانة ملابسك، أعتقد يقصد الدون. صح. هنا وفقط ستتخطى الأتلتيكو لا تكتيك مدرب ولا ظروف مباراة. بالتوفيق للطليان، موفقين الطليان والأسبان أيضا عشان ما يزعلون. نروح للسناب شات المشجع اليوفنتيني المعروف حمد حمارك، لصباح الخير، أيضا عندي سؤال، يا هلا تدلل، قلت له اليوفي قرين يتأهلون الليلة، قال لي نعم إذا صار أليجري صار ريال، يمكن لو أليجري يسمعنا حين يمكن يزعل، لا راكي راح يقطع العلاقات بعد، يمكن يقول لا تحللون لنا خير شيء، أكيد أكيد. وآخر شخص سألته ورد علي بمفاجأة، محمد عبد الغفار. علي أنا يعني. أنت تعرف طبعا أنا سأعتاد إيش لك أسألك أسئلة وكذي، فمو مستغرب يمكن، بس حسيت يوم سألتك السؤال قلت إيش يبي. لا صيغة السؤال يبين أنه رسمي الموضوع شوي، يعني لو نطرش لي فويس مثلا ها بتفوزون اليوم برد عليك من صدقي وأجاوبك يعني لما نفوز ولا لا، بس اليوفي فيهم قوة على أتلتيكو الليلة، مر فيهم قوة على أتلتيكو الليلة، وكمشجع لليوفي شنو تأملاتك؟ كلام رسمي شوي، سيدك لك بتحطني في أونلاين؟ راد علي محمد، ها بتحطني في أونلاين؟ فقلت نصايل الحاطة، فالسؤال لك، تفضل، شنو توقعاتك يا محمد؟ فيها قولين أول ربع ساعة، وأحس فيها كرت أحمر للمباراة، أحس على الطليان ما أدري والله عادي. بس فيها كرت أحمر اليوم وفيها جولين أول ربع ساعة، عاد يا لليوفي ويرجع للمباراة يا عليهم جول وينهي المباراة. شوف. عندنا مساعة ترى مصورنا من مساعة قاعد يقول لي انهي البرنامج أبى أروح أشوف المباراة. حسن الذوادي، كم نتيجة المباراة اليوم؟ 2-1 أتلتيكو مدريد، حصلنا مشجع على أتلتيكو مدريد. والي بيقول حق اليوفي الحين من شيء مستعجل بيروح يطالع المباراة. إنزين هاي آخر شيء عندنا، نتمنى إن ونسنا جمهور اليوفي، راضينا جمهور الريال اليوم خلاص، يعني ما نبي بعد نسمع حكي سعد حمادة ضد الريال، سعد حمادة يكره الريال، فهاي مراضاة لكم. تفضل محمد. نعم شكرا لك سعد، وان شاء الله اكيد نطالع مباراة ممتعة اليوم، خلينا نقول شكرا ان شاء الله. طبعا الان ننتقل الى موضوع مختلف، هناك رياضات عديدة حققت انتشار واسع حول العالم، واليوم بنتعرف على واحدة من ضمن هذه الرياضات، تفاصيل اكثر في تقرير الزميل عيسى الختال. لا يختلف اثنان على أن رياضة كرة القدم من أكثر الرياضات في العالم من حيث الانتشار والجماهيرية، وفي السنوات الأخيرة انتشرت كرة القدم الشاطئية والتي تلعب على ملاعب ترابية. كانت كرة القدم الشاطئية قد بدأت على سبيل الهواية في مختلف دول العالم، وفي بداية الأمر لم يتم وضع أسس وقواعد للعبة، وفي سنة 1992 سنت قوانين للعبة عندما نظمت أول بطولة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وفي سنة 1994 شهدت أول تغطية تلفزيونية لمباريات كرة القدم الشاطئية مباشرة من ملاعب كوبا كابانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، الأمر الذي جعل البرازيل تنظم أول بطولة للعالم في سنة 1995 والتي حققت فيها لقب البطولة آنذاك. وبعد النجاح الذي حققته البطولة بدأت تنتشر شيئا فشيئا حول العالم. قوانين كرة القدم الشاطئية تختلف بشكل كبير عن القوانين المتعارف عليها في لعبة كرة القدم، بحيث يتكون كل فريق من 5 لاعبين من ضمنهم حارس مرمى
وتتكون المباراة من 3 أشواط ومدة كل شوط 12 دقيقة بدون أي وقت إضافي، ويتوقف التوقيت حسب رؤية الحكم. وفي حال انتهت المباراة بالتعادل يلعب شوط إضافي رابع مدته 3 دقائق، وفي حال استمرار التعادل ينتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح بوقع ضربة بضربة. في عام 2005 تولت الفيفا مهام تنظيم بطولات كرة القدم الشاطئية، والتي أصبحت اليوم من الرياضات التي تحظى بمتابعة كبيرة من مختلف دول العالم. بما أننا شاهدنا هذا التقرير عن كرة القدم الشاطئية، نبارك لمنتخبنا الوطني وأبطال منتخبنا الوطني بالتأهل إلى الدور الثاني في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك، واللي راح يواجهون في دور الثمانية حاليا المنتخب العماني. تمنياتنا بالتوفيق لنجوم منتخبنا الوطني والعودة إلى أرض الوطن محملين باللقب وبكأس الذهب إن شاء الله. وصلنا معاكم مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. مع السلامة.